وبعدين الدنيا سلف ودين، واحنا كرجاله متصالحين مع نفسنا جدا ومتسامحين في موضوع الخيانه ده لاقصى درجه تتخيلوها. دخلت على مراتك ولقيتها بتخونك، هقتلها بالمسدس على طول؟ لا، بايديا اخنقها. مش هتتفاهم الخيانه ابدا خالص. الخيانه غير مبرره بالنسبه لك تماما، هو مش عاملها هو اي حاجه، هو ملوش ذنب. لو اتجوزت واحده بتحبها وخانتك هتغفر لها؟ اوه لا طبعا. لا طبعا. طبعا. حتى لو حبيتها لدرجه الجنون؟ حب مين؟ حب مين؟ لا طبعا. تخوني اصل وانس هي خانتني بقى خلاص ما بتحبنيش. هتكون انت السبب اللي وصلتها ان هي تخونك. لا. طب درجات بكرة. الخيانه ايه عندك؟ مش لازم تكون خيانه خيانه. لا يعني لو حتى كلمت واحد فتره في التليفون بس حتى دي خيانه كبيره جدا. لو انت تعرضت لخيانه قاتله غير متوقعه لا قدر الله طبعا. هتقتلها وقدام عينيك؟ بصي انا يمكن ما اقدرش اعمل كده بنفسي، يعني ما اعرفش يعني انت اجيب لسه حالا لسه حالا لا لا يعني ممكن لا انا عارف لا لا ممكن لو في يعني اللي هو ظبطت الخيانه متلبسه يعني اللي هي متلبسه في الوضع ده هعمل كده طبعا. ولا هتأجر حد؟ لا 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 يعني لو حصل قدامي لا لو حصل قدامي هعمل كده، بس لو انا عرفت بعد كده يعني ما اظنش ان انا ممكن يعني ما اعرفش او ممكن اضربها حتى الموت. طب لو حصل والست خانتك ممكن تسامحها؟ مين دي؟ طب ايه اللي ممكن تسامح فيه الست؟ يعني اسامحها لو 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 مثلا يعني الرز كان فيه ملح زياده شويه ولا حاجه. شايفين التسامح؟ شايفين القلب الابيض؟ قلب ابيض من اللبن الحليب، بس للاسف طيبه ما بقتش مطلوبه في الزمان ده. خلينا بقى نشوف راي الستات الجبابره في موضوع الخيانه ده بس بعد الفاصل.